صدر أمر بمنع سفر أمينة بغداد السابقة ذكرى علوش في اليوم الثالث من عمليات ملاحقة مسؤولين على خلفية تهم فساد. مصادر يو تي في ذكرت أن أمر منع سفر آخر صدر ضد مديرة العقود في وزارة التخطيط أزهار الربيعي، كما صدر أمر إلقاء قبض على مدير ماء بغداد عمار موسى. المصادر أفادت بأن هذه الأوامر صدرت لتورط المسؤولين الثلاثة في إلغاء غرامات بقيمة 120 مليار دينار عن تأخير إنجاز مشروع ماء الرصافة.